في إطار استعدادات الدولة المصرية لمؤتمر كوب 27 واحتفالاً بمرور 70 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا، نظمت جامعة عين شمس حوار الخبراء المصري الألماني بعنوان التحديات والإجراءات لمواجهة تغير المناخ والظروف المائية والمناخية في مصر. وتضمن حوار الخبراء مجموعة من المناقشات وورش العمل المتخصصة لإجراء محادثات علمية أعمق ولتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات الألمانية لمواجهة التغيرات المناخية في مجالات مختلفة كالطقس والزراعة والبيئة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية. النهاردة الهدف هو كيفية تفعيل وزيادة هذه التعاون بين الجامعات المصرية وجامعة عين شمس وباقي الجامعات المصرية، مش بس بقى اللي احنا بنتطرق ليه انه مش يبقى بس في مجال خدمة، مش بس في مجال التعليم والدراسات العليا، لكن كمان في مجال خدمة المجتمع وإيجاد حلول حقيقية للمشاكل بتاعة التغير المناخي. وزي ما قال سيادة نائب الوزير الألماني، احنا مش هنقدر نوقف التغير المناخي، لكن احنا نقدر نأخره ونقدر ندي حلول للناس ازاي تتكيف مع المشاكل بتاعت التغير المناخي. في حديث ايضا مع الأساتذة الألمان المتخصصين في مجال التغير المناخي وما يعرف بالظواهر المائية والجوية المتطرفة، اللي هو فيضان او جفاف، جو حر قوي او جو صقيع. فهما في ثلاث اساتذه متخصصين في هذه التخصصات، كان ايضا في حديث معهم بهدف معرفه ما هو الممكن عمله في المستقبل بالتعاون بين الجامعات الالمانيه وبين الجامعات المصريه. النهارده احنا يعني بنشرف ان احنا بنستضيف الجامعات المصريه، صحيح هو احنا رحاب جامعه عين شمس، صحيح اللقاء الصباحي كان مخصص جامعة عين شمس، انما احنا طبعا بيسعدنا ويشرفنا ان احنا النهارده مستضيفين زملائنا من جامعات مصريه مختلفه.